ملف التعويضات في نينوى أحد أكثر الملفات تعقيداً وتأخيراً وفساداً. 3 أعوام من سيطرة داعش وما تلاها من عمليات عسكرية لتحرير المحافظة خلفت آلاف الشهداء والمعاقين وعشرات الآلاف من المنازل والمحال المهدمة والمتضررة. وبعد 4 أعوام على التحرير ما زالت العديد من الأسر تقف أمام الدوائر المعنية بهدف استكمال الأوراق الرسمية وسط روتين إداري كبير. والله أنا جيت أمشي معاملة ابني قتلونه داعش لعشت شيخ معمم، وعنده ولد حمزة ومغط معوقة، وعندي بنتي ماتت هي وزوجها عبير وثاير، عافولي 6 أيتام، وأنا عاد أروح وجهي وأنا عندي رب ومريضة وجدتهم قيمي بيهم والمشتكاة الله والعالم عايشين على صدقات العالم الخيرين يا أكو طيبين. أنا أريد إذا مشي طلع راتب اليتامي هذول الستي. ابني انصاب 10/12/2016 داخل البيت، زين انصاب جته إصابة بالرقبة، صار شلل رباعي، ظلينا نعالج به 1.5 سنة، ودينا لتركيا، ما رجعنا من تركيا معاملته مال المصابين كاملة بحيث ياخذ التعويض. دخلناه مستشفى السلام التعليمي، صار عنده عجز كلى بسبب الإصابة. الدكتورة بعد ما توفى كتبت عجز كلى ومضاعفاته، ما كتبت مصاب من جراء الإرهاب حتى ياخذ حقوقه. القاضي مظفر كتب أنه لا يستحق أي حقوق كونه وفاة عادية. منظر الدمار الذي ما زال يرسم على محيا أم الربيعين لا سيما جانبها الأيمن يؤكد حجم التقصير الحكومي والمحلي والدولي تجاه مدينة عانى أهلها كثيراً من سطوة الإرهابي والفساد والروتين. يا أخي الشغلات كلها واسطات، الله وكيلك، الله وكيلك. بالعراق ما يخلص هاي الواسطات، اللي عنده واسطة من برا البرة يسوي شغلته وتكمل. ايش عندك شغل أنت؟ أنا عندي شهداء، عندي مال بيوت، شو تريد عندنا؟ ما شاء الله نحن بالقديمة تعرف. اتهامات بالفساد والمحاباة تطال لجنة التعويضات في نينوى، لا سيما ما يتعلق بتقييم الأضرار وتحديد نسبة العجز وتسليم الأموال. اللجنة نفت من جانبها تلك الاتهامات مؤكدة أنها أكملت أكثر من 85,000 معاملة، وأن سبب تأخير صرف الأموال هو عدم وجود تخصيصات مالية من الحكومة المركزية. المعوق الأكبر يتمثل في قلة التخصيصات المالية للقرارات المنجزة في اللجنة. مطالباتنا دائما أن تكون هذه التعويضات وهذه التخصيصات بمستوى الضرر اللي حاصل في محافظة نينوى، بمستوى الخراب في محافظة نينوى، لكنها لحد الآن لم ترتقي إلى هذا المستوى. وتعتبر نينوى أكثر المحافظات التي تضررت من حرب داعش، كونها أولى المدن التي احتلت وآخر من تحررت، وعلى أرضها كان الحسم. من الموصل لقناة الفرات على الطائي.